انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يمتد لثلاثة أيام بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية. يناقش الملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والإستقرار المالي كما سيبحث مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب الناشئ عن استخدام التكنولوجيا الماليه الحديثه وسبل الحد منها